هلا اما بلش بمثالين اللي ناوي يحللهم عن اللوحات كامل طبعا، بس بدي اكد على المثال اللي قلت لكم انه هو بيشبه التمرين اللي حليناه اخر واحد رقم 9 صفحه 40. قلنا في مثال صفحه 79 مشابه له تماما، بس عوض ما يحطوا انه والله من A ل A A D او من C ل J A C B، لا احنا حاطين كسر. حبيت حله عشان بس ثبت المعلومه اللي حكينا عليها قبل شوي. نفس المعلومات تماما، في عندي رباعي وجوه A B C D هايلي هون انه النقطة I في منتصف ال AB والK بنص ال CD، من A ل L تلت ال AD، ومن B ل J تلتين ال او من C ل J عفوا تلتين C B. إذا كانت الجي بنص ال L J فأثبت I و G و K على استقامة واحدة مثل ما اتفقنا. عندك خطوتين، خطوة أولى انطلق من النقاط الثانية، هو مين قايل لي أطلب انه عفوا أطلب منها اثباتهم على استقامة واحدة ال I وال G وال K؟ بروح ببلش من التنتين التاليات ال L وال J. شبه ال L؟ ال L مركز أبعاد متناسبة، لا ال L هي مركز لل A وال D. شلون بعرف تثقيلهم؟ من العلاقة اللي أعطاني إياها، من A إلى المركز كذا AD البسط تثقيل النهاية معناتها D واحد، المقام ناقص البسط هو 2، معناتها ال L قديش؟ 3. من A لمين بروح؟ لل J. J مركز أبعاد متناسبة، لا ال B وال C. شلون بدنا تعرف تثقيلاتهم؟ نرجع العلاقة من C ل J كذا C B، البسط تثقيل النهاية، فال B 2 المقام ناقص البسط هو البداية. ال J مجموعة تثقيلين، ال L مركز ل A B ل A D، وال J مركز لل B وال C. ال G يلي بنص ال L J، G منتصف ال L J، هي مركز أبعاد متناسبة، لا ال L لتثقيلة 3 وال J لتثقيلة كمان 3 حسب الخاصة التجميعية. G 6 هي مركز أبعاد للرؤوس كلها، ال A 2 ال B 2 السي واحد والدي واحد. هيك بتكون انت مشيت الخطوه الاولى. نيل انطلاقه كانت من النقطتين اللي ما لهم علاقه بالاثبات، ال A مركز ل A D، J مركز ل B C، مركزهم G، G مركز رؤوس الرباعي كلها. الخطوه الثانيه رجع للنقاط اللي طالبها منك اللي هي ال I وال K وال G. ال I بنص ال A B، إذا بتعرف شغلك صح فلازم يكون الـ A والـ B نفس التثقيل، معناتها خطوتك السابقة أكيد صح. فبتبلش من هون الـ I منتصف مين؟ الـ A B هي مركز أبعاد للـ A 2 والـ B 2 فالـ I 4. الـ J أو الـ K عفوا بنص الـ C D، K منتصف الـ C D هي مركز أبعاد للسي واحد والدي واحد فالكي اثنين. الاي مركز لأي بي والكي مركز لسي دي حسب الخاصة التجميعية. الجي اللي هي مركز الكل هي مركز للاي والكي حسب الخاصة التجميعية. جي مركز أبعاد الاي اثنين والبي اثنين سي واحد دي واحد، هي مركز أبعاد ل الآي 4 والكي 2. إذا الآي والجي والكي على استقامة واحدة. ملاحظين نفس التمرين تماما رقم 9، الفرق الوحيد بيناتهم إنه هداك اللي معطاني العلاقات قال لي ألفا أي دي ألفا سي بي أو أي بي أي دي أي بي سي بي، هون للسهولة حط لك أرقام فصار بإمكانك دغري تحط التثقيلات أرقام مو متعلقين بالآن. الفكرة نفسها بذاتها الانطلاق من نقطتين مو مطالب فيهم، الآن مركز الجي مركز فالجي مركز الرؤوس كلياتها، خلصت رجع النقطتين اللي مطالب فيهم
اي بالنص الكي بالنص فالجي اللي كانت مركز للكي هي مركز للاي والكي فهن على استقامه واحده. ان شاء الله هيك بتكون الفكره ثبتت عندكم. هلا بقى برجع للمثال 29 وهذا المثال هام كثير. سهل بس هام. قايل لي اي بي سي دي رباعي وجوه. مركز ثقله هو النقطه جي. الاي بنص الاي دي والجي بنص البي سي. اثبت اي وجي وجه على استقامه واحده. كثير هام هذا المثال على بساطته. اول شيء بدي اثبت ثلاث نقاط استقامه واحده ورباعي وجوه وكل المعطيات بتوصلني لاستخدام مركز الابعاد، فمعناتها لازم تكون نقطه هي مركز ابعاد التنتين المتبقيتين. خليني بلش اول شيء من اي. الاي انت قايل لي بنص مين؟ الاي دي. معناتها الاي مركز ابعاد متناسبه. لا الاي والدي. الاي واحد والدي واحد لان الاي وين جايه؟ بالنص. فالاي تثقيله 2. الاي اللي هي شو؟ منتصف الاي دي. كمان اللي مقابلها هو الجي. جي اللي هي منتصف البي سي. مركز ابعاد متناسبه للبي واحد والسي واحد. معناتها الجي قديش تثقيله؟ 2. هون بس ركز شوي. الاي مركز لاي دي، الجي مركز للبي والسي، معناتها مركز الاي والجي هو حيكون مركز رؤوس الرؤوس الرباعي كلها. مركز الاي والجي مين هو؟ مركز الاي 2 والجي 2 هو نفسه الجي. طب ليه شو عرفك؟ لانه الجي هو مركز ثقل ونحن اخذناها بالخاصه الثالثه. انه اذا كانوا عندك تثقيلين متساويين فمركز ابعاده بالنص. اذا ثلاثه رؤوس مثلث متساويين فمركز ابعاده مركز ثقل مثلث. اذا اربعه رؤوس رباعي وجوه تثقيلاتها كلها متساويه فمركز ابعاده هو نفسه مركز ثقله. فهون بقول له جي مركز ثقل اي بي سي دي هو مركز ابعاد متناسبه لا اي واحد بي واحد سي واحد دي واحد. فحسب الخاصه التجميعيه جي مركز ابعاد ل اي 2 و جي 2. فالاي والجي والجي على استقامه واحده. اذا شو فرق هاي المساله عن المساله هاي واللي قبلها؟ المساله هاي احتجت للخطوه الاولى لحتى وصلك لمركز رباعي الوجوه، رؤوس رباعي الوجوه، مركز ابعاده. فعملت الخطوة الأولى هي كلياتها معتمدة على نقطتين هو أعطاني موقعهم وين؟ لوصلك لمركز الأبعاد، رجعت بعدين لعند الآي اللي هي بالنص، والجي الكي بالنص، وقلت لك معناتها الجي حسب الخاصة التجميعية مركز إلهم. فهون احتجت لخطوة أولى. هون لاحظ إنه هو ما أعطاني نقاط على هدول الضلعين. لأنه ماني بحاجة للخطوة الأولى، الجي اللي قال لي عليها إنه هي مركز ثقل هي نفسها مركز الأبعاد بشرط الرؤوس كلها إلى نفس التثقيل. فانطلاقتي كانت مباشرة من مين؟ من الآي والجي. الآي بالنص، الجي بالنص، معناتها مركز الثقل اللي هو نفسه مركز الأبعاد هو حيكون مركز الأبعاد للآي والجي، فهن على استقامة واحدة. فالفرق بين هي وبين هي إنه هون أنا كنت بحاجة لخطوة أولى اللي هي بتحدد لي مين هو مركز ابعاد رؤوس رباعي الوجوه. اما هون ماني بحاجه للخطوه الاولى، مركز الثقل هو نفسه مركز الابعاد تبع رؤوس رباعي الوجوه بتثقيلات كلها متساويه. مثال ثاني لحتى نثبت كمان فكره اثبات وقوع ثلاث نقاط على استقامه واحده. قايل لي بالسؤال 25 صفحه 44 انه في عندي مكعب
أعطاني منتصفات أضلاع الـ A E B G E G A B على التسلسل، يعني الـ I B منتصف الـ A E J B G K E G والـ A A B. إذا علمت أن M مركز أبعاد متناسبة لهدول النقاط، أثبت أن M تنتمي لـ I J. خلينا نمشي واحدة واحدة. طبعاً كلمة M تنتمي لـ I J، يعني نقطة واقعة على قطعة مستقيمة، نفس عبارة أثبت أن M و I و J على استقامة واحدة، ما فرق شيء، غير بس بصيغة السؤال. M تنتمي للقطعة المستقيمة I J، كأنه عم قل لك M و I و J على استقامة شو؟ واحدة. شلون بدي أثبت الـ M والـ I والـ J على استقامة واحدة؟ تعال نشوف أول شيء بنص السؤال شو طبيعة كل نقطة من اللي قاله. الـ I بنص الـ AE، خليني استفاد منها دغري، بس تكون نقطة بنص قطعة مستقيمة فهي مركز أبعاد الطرفين، فمباشرة بقول لك I اللي هي منتصف الـ AE هي مركز أبعاد متناسبة لـ A1 و E1، فالـ I 2. النقطة الثانية مين هي؟ J. روح شوف الـ J. J بنص الـ BG، دغري استفيد منها. J منتصف الـ BG هي مركز أبعاد متناسبة لـ الـ B1 والـ G1، معناتها J قديش؟ 2. هي حكينا عن الـ I وهي حكينا عن الـ J. بدي أثبت الـ M تنتمي لـ IJ. طب الـ M مين هي؟ الـ M مركز أبعاد متناسبة لـ A1 B1 G1 E1. لاحظين؟ الـ M مركز أبعاد لهدول. لمين؟ للـ A1 B1 G1 E1، معناتها هي حسب الخاصة التجميعية. الـ M اللي هي مركز لهدول هي حتما مركز لمين؟ لـ I والـ J. فبقول له حسب الخاصة التجميعية M مركز الأبعاد لـ A1 والـ B1 والـ G1 والـ E1 هي مركز أبعاد لـ الـ I2 والـ J2، وتقع في منتصف الـ IJ، يعني M تقع في منتصف الـ IJ. ليش الـ M بالنص؟ لأنه الـ M مركز أبعاد لـ I2 و J2، تثقيلين متساويين، مثل المركز وين جاي؟ بالنص. عايد نفس الفكرة مرة ثانية بس على قطعة ثانية، يعني أثبت أن الـ M تقع أو تنتمي إلى LK، وقلنا كلمة نقطة تنتمي لقطعة مستقيمة كأنه عم قلك ثلاث نقاط استقامة واحدة. M تنتمي ل LK، تعال نشوف كل نقطة شو دورها. الـ L، الـ L بنص الـ AB، هي الطلب الثاني. L منتصف الـ AB هي مركز أبعاد متناسبة لـ B1 و A1، معناتها الـ L 2. مين الحرف الثاني؟ K، النقطة الثانية K. K وين جاية؟ بنص الـ EG، معناتها K منتصف الـ EG هي مركز أبعاد متناسبة لـ E1 و G1، فالـ K 2. هلا بقى الـ M، الـ M مين هي؟ الـ M هي مركز الـ A1 الـ B1 G1 E1، فبقول له حسب الخاصة التجميعية M مركز أبعاد الـ A1 الـ B1 الـ G1 الـ E1 هي مركز أبعاد لمين؟ للنقطتين لـ L2 و K2. M تقع في منتصف الـ LK. ليش؟ لأنه الـ L والـ K لهما تثقيلين متساويين، فمركز أبعادهم هو في المنتصف.
طلعت نفس الفكرة عادة مرتين. بقول له الاي مركز لاي واي، الجي مركز لمين؟ لبي جي. فمعناتها الام اللي هي مركز الكل هي مركز للاي والجي. من اي مرة تانية، الكي مركز لمين؟ لاي وجي. الال مركز لاي بي. فمركز الابعاد اي واحد بي واحد جي واحد اي واحد هو مركز لمين؟ للال والكي. طلب الاخير استنتج ان اي وجي وكي وال تقع في مستوى واحد. اول شيء استنتج، يعني من الشغل اللي انت اشتغلته قبل شوي. قبل شوي انت اثبتت باول طلب انه الام نفسها هيك رسمه صغيره توضيحيه، مو هي رسمه الشكل طبعا، هي رسمه بس للتوضيح. هلا انت اثبتت قبل شوي انه الام هي بنص مين؟ بنص الاي جي. تخيل هي الاي جي مثلا، طلعت الام وين؟ بنصها. وبالطلب الثاني اللي بعده انت اثبتت لي انه الام تقع بنص ال كي. خلينا نتخيل هي ال كي، والام واقع بالنص. معناتها صارت القطعتين اي جي و ال كي متقاطعتان في ام، يعني اشتركوا بنقطة، صاروا هن قطعتين متقاطعتين في ام، يعني المستقيمين المتقاطعين حتما يقعان في مستوي واحد. فالنقاط اي وجي وكي وال تقع في مستوي واحد. فبقول له هون من الطلب او الطلبين السابقين المستقيمان ال كي و اي جي متقاطعان في ام، فهما يقعان في مستوى واحد. اذا اي جي وكي وال في مستوى واحد. ما نوع هذا الرباعي؟ كون القطعتين المستقيمتين اي جي وال كي متناصفتين في ام، لانه الام هي بنص الاول والام هي بنص الثاني، متناصفتين في ام، فمعناتها صار هذا الرباعي I K J L هو متوازي أضلاع. فلذلك هون بقول له نلاحظ أن القطران I J و L K متناصفان في M. إذا الرباعي I K J L متوازي أضلاع. هيك بنكون حكينا عن كافة التمارين يلي بتخص فكرة إثبات ثلاث نقاط تقع على استقامة واحدة. هلا بيعني تطبيق تاني وبنحكي عن مادة تمثله مجموعة النقاط M. بنكون إن شاء الله هيك خلصنا كل الأفكار الرئيسية تبع مركز الأبعاد وحلينا التمارين الخاصة فيه.